اهلا بحضراتكم معانا مره تانية لاولى فقرات الحوار لهذا اليوم. بيشرفني جدا يكون معايا في استوديو مساء الخير ماما راويه جيد جده الشهيدين ايريني وفيلوباتير. اهلا بيك يا ماما. اهلا بيك يا ماما، منورانا حضرتك. ربي يبارك لك ويديك الصحه، ومتشكرين على تعبك ان انت جيتي ونورتين. احنا خدامينكم. لا العفو يا ماما. وكمان بيشرفني وجود استاذ رفعت غايس والد ايريني وفيلوباتير وزوج الشهيده ميري والده ايريني وفلوباتير. اهلا بيك يا استاذ رفعت. اهلا بحضرتك، منورنا. انت منور وجودك. ماما راويه انت معلش يعني نفتكر شويه كده الحكايه، يعني دول احفادي حبايبي. طبعا احفاد وحبايبي. قولي لي يا ماما انت عرفتي ازاي الحكايه دي؟ انا جايين الصبح هم راحوا الكنيسه. لوحديهم هم ومامتهم. هم ومامتهم يوم السبت. انتوا ساكنين قريب من الكنيسه؟ معايا في جفوز الشارع. كويس. هو جاي اليوم السبت في المغرب جاي من الحضانه. حوض علي قال لي عايزه حاجه يا تيتي؟ يا تيتي قلت له عايزه سلامتك. قال لي انا ما هروحش الحضانه تاني. قلت له ليه حبيبي؟ قال لي لا انا رايح العدره. انا رايح العدره. قلت له ماله تروح العدره؟ قال اجيب لك حاجه يا تيتي، اجيب لك حمص وحلاوه. قلت له هات لي حبيبي. نصح قوي. عنده كان عنده 6 سنين في لوباتير. جده عيان ليه 7 سنين مشلول في دراعه. ياخده طلعه بره على الشارع وحط له الكرسي وقعده. ويقعد شويه اقول له روح اجيبه يا تيتي. اقول له روح هات جدك يا حبيبي. يا حبيبي نفعنا. بيسمع الكلام. خادمني هو انا وجده. هم دول عمري. حبايبي. دول حبايبي عمري. وايرين يا ماما كلمني. ورين وهي واخت هي واخوها. في النازلة وطلع عايزة حاجة يا ستي؟ عايزة حاجة يا ستي اجيبها لك؟ عايزة حاجة؟ قاضينا ونافعينا وعمرنا. بركة كبير. أستاذ رفعت ايريني 8 سنين وفلوباتير 6 سنين. إيه اللي حصل يوميا؟ أنت كنت فين؟ أنا صدقني كنت نايم. كان بدري قوي. كنت جاي من الشغل بتاع بعض الليل. بتشتغل في ايه يا استاذ رفعت؟ مع عربيه بحمل خضار. معانا عربيتين وانا واخواتي بنحمل خضار من الوضع يعني. كويس. جيت احنا الصبح حالات مصيفي وبابا عشان رايح ايه؟ رايح الكنيسه. كان بيحب الكنيسه وبيحب يصلي ويتناول. ويوم الجمعه والحد والاربع يعني. امهم يعني كانوا هاديين كده زي ما بتقول ماما. حتى في البيت يعني طيبين ونصحين ومبسوطين يعني. قال احنا بقى مثلا من الكنيسه هنحاول على خالنا على نروح بيت جدهم يعني. اما القعده مع اخوالي يعني. قلت له روح يا حبيبي. اتفضل. وجات بنت اختي خبطت عليا قلت له عيالك عندك؟ قلت له لا ده راحوا الكنيسه. قالت لي ما فيش بالكنيسه. انا قمت من النوم الصراحه ما عرفتش اي حاجه. الساعه 8. ايه يا ماما اللي حصل؟ الساعة 8. ايه اللي حصل يوميها؟ جينا الشارع مليان. يقولوا كنيسة ابو سفين ولعت، كنيسة ابو سفين ولعت. بنت ولد انا كبيرة اسمها دمياني كانت معاهم. جت وحدة من الشارع وقالت الحق بنت ولدك ولعت في الكنيسة وخدتها الاسعاف ومشت. ما حسبناش. منا ما طلعنا لقينا الشارع والعلم ملقح في الشارع. ودميانه دي ايه؟ دي بنتك برضو؟ بنت ولدي بس ما جرت لهاش حاجه. يعني تعتبر عمه الولاد. بنت عم. وهي سليمه ربنا نجاها. الحمد لله. ورجعت بقى قالت لك يا ماما مثلا ايريني؟ دي وحده من الشارع بتنادم. بتقول الحق بنت ولدك ولعت في الكنيسه. دلينا نجروا لقينا العالم ملقح. العلم ولا جاي اسعف الشيل ولا جاي عربات الشيل. والعيله ملقحه ومرت كرم ملقحه وكله ملقح العالم في الشارع. ودميانه رجعت امتى؟ لا ده دميانه خدتها الاسعاف وراحت المستشفى. يعني قعدت شويه في المستشفى. قعدت اسبوع. قعدت اسبوع. بقت ترجع تجيبه زي صماد من على. هل هي كانت من كتر الدخان اللي شمته دخل في جوفها؟ كانت معاه. طب وقول لي يا استاذ رفعت هي يعني دميانه كانت حالتها كويسه فما قعدتش كتير وخرجت؟ ما كانش في حاجه. ما فيهاش حاجه اتحرقت ولا كانت قاعده في الوراء ولا هم العيال ما فيش حاجه اتحرقت فيهم؟ في الوراء
ابو لا تعرف اللي انا بات عند ستي عشان انا بكره الكنيسه اروح العاده مع مطعم عمي ومع العم واللي حصل لك. انت عندك اولاد تاني غير ايرين وفلان؟ لا ما معهمش، ما عايش حد غير ربنا. عايشه معايا، قاعده معايا. طب وكلمني شويه عن مدام ميري اللي هي زوجة حضرتك. حاجه في حياتي وعمري وهي عيالها الصراحه. ولا فضلت انهم مش زيها يعني، كويسه معايا والحمد لله يعني. يعني انت حسيت يعني مثلا ماما بتقول ان فلوباتير قال لها انا مش هروح تاني الحضانه، انت حسيت باي حاجه غريبه من تصرفاتهم في الايام الاخيره ان هم قربوا ان هم حاجه زي كده يا استاذ رفعت؟ كانوا يقولوا مسلمهم ربنا، مسلمهم ربنا يعني. ايوه بس انت ما حسيتش منهم باي تصرف غير بتاع كل يوم؟ الحمد لله يعني كويسين معايا ياكم الحمد لله يعني، كنت بروح البيت بتعشى من كانش يطلع فوق ينام غير ما يجي ابوه من برا. الواد كنت بحاول على امي ونطلع عند ماما فوق وامي تقول لا انا تيتا قاعد مستني بابا. انا مستني بابا. طيب عايز اقول ايه؟ يعني ما حسيتش كده ان حد فيهم زي فيلو ما قال لتيتا مثلا كده بيقول لك يا بابا مش هنتقابل قريب تاني؟ ما فكر حاجات حلوه معاهم ايه؟ ما فكر حاجات حلوه معاهم في البيت يعني وفي كل حته يعني. عايز انت كنت بترجع امتى؟ بترجع متاخر بالليل؟ يعني كنت بتلحق تقعد معاهم ولا هي مامتهم اللي قايمه وتيتا بقى كل بلحق يا بابا معاهم شويه؟ المهم يطحنوا من النوم الصبح من النوم بتاع الصبا واقعد معاهم شويه ما اتوقع على اكل عيش. بعد سنه حاسه بايه يا ماما؟ بعديهم حزينه عليهم. نافعيني كانوا شيء، كانوا نافعيني وقاضييني ومودين جدهم العيان يطلعوه ودخلوه. عندك احفاد تاني غيرهم وغير دميانة؟ كان عين ايوه عندي بس هم اللي ربيتهم، هم اللي عاشوا معاي. يعني دول كانوا قريبين ليكي اكتر؟ هم اللي عاشوا معاي، كانوش يسيبوني ابدا. كان عاملين حتة في البيت الوقت طالع نازل عايز حاجة يا تيتي، عايز حاجة يا جد، عايز حاجة يا تيتي. شقة فيلا وقاعد عند والدتي تحت ما مشتاق صالحها دلوقتي. انت يعني بعد سنة كده تقول ايه عن الحادثة دي على بعضها يا استاذ رفعت؟ قولوا خطيرة. خطيرة. كناش مستوعدينها دي ولا كناش عارفينها تيجي ابدا. احنا يوم الثورة ما حصلتش كده. طبعا. يوم الثورة ما حصلتلناش كده. يا واحد يقول الحمد لله يعني مش بدينا حاجة. كل شيء بقى صبنا. يا بلعنك الفرقة صعبة بس أنا واحد فرحان ومبسوط ومع عند بابا يسوع إن هم في بس السماء. من جوايا زعلان. بس أنت قلت كلمة جميلة. أنت فرحان إن هم في السماء. هم في السماء. لأمانته خدع. لأمانته خدع. واحد بيقول الحمد لله جت على قدي كده. بحمد ربنا ماشي بفضله وراضي بيك أنت يا رب. نشكر ربنا، نشكر ربنا يا حبيبي. ماما راوية يعني عايز أقول إيه؟ بتكلميهم كده من وقت للتاني يعني خلال السنة اللي فاتت دي كده؟ ببكي عليهم لحد دلوقتي. لا سيبك من البكا، مش عايزك تزعلي وتبكي، أنا بقولك بتكلميهم كده بينك وبينهم تعالى يا فلوباتير اعمل كذا. كل ما نضاق في حاجة أقول لها يا ريني يا لوباتين أقف مع جدك عيان، بقف معايا عيانة ستك يا ولد. ربنا سبحان الله تعالى بيسمع مني. ما هم بقوا يعني جنب محيطين بالعرش الالهي. صح. شهداء. صح. ولا ملائكه. صح. وملائكه كمان صغيرين وملائكه ومامتهم. والبنت قبليها تقول لي انا ما هروحش المدرسه تانية يا تيتا، اقول لها ليه بنتي؟ ايريني برضو نفس الحكايه؟ ليه؟ تقول لا يا ستي مش هروحها تاني خلاص. امتى قالت لك كده؟ يوم السبت. برضو يوم السبت. يعني الولد قال لك مش هروح الحضانه والبنت قالت لك مش هروح المدرسه؟ جاي من الحضانه وحوت قاعد فتح الميه يشرب، اقول له جاي بدري النهارده يا لبتين من المدرسه. قال ما هروحهاش ثاني يا تيتا. وراح ضرب الشنطه راح رميها. قلت له ليه؟ قال لا الشنطه اتقطعت وما هروحهاش ثاني. انا رايح العدل. وإيريني؟ وريني كذلك. وريني كذلك. قول انا مش هروح المدرسه يا تيتا. اقول لها ليه؟ تتعلم زي ولد عمك وتبقى حلوه ونعملك دكتوره. تقول لا يا ستي ما هروحهاش تاني خلاص. طب ده اخر كلام كان بينك وبينه؟ يوم السبت. واللي حصل يوم لحد الصبح ما شفتهمش تاني. وانت اخر مره شفتهم كان امتى يا استاذ رفعت؟ الصبح برضه يوم لحد. ثواني.
انا جيت من شغل متاخر يوم السبت. يوم السبت. ما عادش على تحيم الصراحه. ايه؟ ما عادش على تحيم. عشان احنا كيس الصبح قلت حرام يتناولوا. حرام يتحيم. سيبهم ينايمين شويه. ده صباح الحد. ما ده كلمه شطات وكانت قايلهمه دخلت نمت. كنت تعبان من الشغل. لكن الصراحة. طب شفتهم يوم السبت الصبح قبل ما تروح الشغل؟ صباح الحد يا اخي. نعم؟ صباح الحد يعني صباح الكنيسه. لا انت اخر مره شفتهم كان امتى؟ السبت الصبح ولا الحد الصبح؟ شفتهم الحد الصبح. هم رايحين الكنيسه. وهم رايحين يوم الحد. طحوني من النوم قالت لي بعدين ما صبنا عشان احنا رايحين الكنيسه. انت معاك تليفون تاني؟ مش خدوا منك التليفون الاولاني؟ سكتوا سكتوا سكتوا. ده امال التليفون اللي اديته لهم ده ايه؟ ده غير ده؟ لا ما خدوش. تليفوناتك كتير يا ما خدوش. قول لي طيب واديت له المصروف. وشفت ايريني ولا ما شفتهاش؟ انا ما شفتهاش. هو الولد اللي جالك الولد اللي جه صحان قعد يبص فيا وقعد يبص بقى كده خلاص مش هيشوفني تاني. انت حسيت زي ما يكون؟ يا بابا بابا انا قلت له اعمل العب مصروف عشان احنا الكنيسه واحد على طول يا بابا الفوت عندك هتاخد ياخد انت عاوزه. قعد يبوس فيا وشمالي على عيني ووزي وراسي ومشي. ما شفتهمش تاني. يعني احنا بنتمنى ان ربنا يكون معزيكم ومفرحكم ومعوضكم. لان ده اللي احنا عارفينه عن ربنا، ربنا بيعزي وبيفرح وبيعوض. عايزه تقولي اي حاجه يا ماما راوي؟ عايزه سلامتك سلامتك الحمد لله. الحمد لله خليكم لينا وطول لنا عمركم وبارك لنا فيكم. ربنا يخليك يا ماما. انت عايز حاجه؟ اقول الحمد لله بشكر ربنا على كل شيء. نشكر ربنا. وانتم مواظبين على الكنيسه ولا لا دلوقتي؟ اروح الحمد لله. اروح. اوعى. لا يا هو ده الدرس بقى اللي اتعلمناه من فيلوباتير وايريني مش كده؟ ايوه الحمد لله. هيروح وصايم العذراء وهيروح. ربنا معاك وربنا معاك وانا متشكر. هم جابوا لي المكان هنا. الصراحه يعني هم اللي جابوا لي المكان هنا. ايوه هنا بارك. بس يعني ما بجيش هنا عندك يعني ما كنت بخش الكنيسه وخدت بركه يعني من عند ربنا الحمد لله. بركه يعني. كبيره بركه كبيره. انا بشكرك قوي يا عم رفعت نورتنا. اول مره في حياتي كنت اجي هنا الصراحه. نورتنا. جابونا وعرفنا البركه الحلوه وعرفنا الاماكن المقدسه. شكرا يا ماما شرفتينا. خليكوا طبعا. شكرا جزيلا ماما راوية جيد جدة الشهيدين إيريني وفلوباتير والأستاذ رفعت غايز زوج الشهيدة ميري ووالد إيريني وفلوباتير. استنونا بعد فاصل قصير يكون معانا أسرة تانية من أسر شهداء كنيسة أبو صيفين بمبابة وإحنا بنحتفل بالذكرى الأولى لطلوعهم السماء وشفاعتهم من أجل الكنيسة كلها. اهلا بحضراتكم معانا مره تانية لاسره مختلفه غير الاسر اللي شفناها امبارح والنهارده. اسره جميله قريبه من ربنا. اولادها شمامسه واثروا السكه وراحوا من المذبح على السماء على طول على الهيكل الالهي على طول. كيرولوس 13 سنه وبشوي 10 سنين ودي التوني اللي كانوا لابسينها يوم القداس 14/8/22. اهلا وسهلا استاذ يوسف ومدام ميري نورتونا. اهلا بيكم. خلوني ابتدي. ما انا عرفت ان انتوا عندكم في لوباتير دلوقتي. تمام مبروك ربنا يعوضكم. مدام ميري فاكره ايه من اليوم ده او اليوم اللي قبله؟ يعني اخر مره اتكلمتي معاهم رحتي معاهم الكنيسه ولا هم راحوا لوحديهم؟ انا اخر مره كنت معاهم في الكنيسه يوم السبت بالليل في نهضه العذراء. لكن يوم الاحد الصبح هم اصلا صحيوا وراحوا لوحدهم. هم بيروحوا لوحده. متعودين. قريب قريبين جدا من الكنيسه. كويس قوي. وكان ربنا مديهم نعمه كمان ان هم اذكياء جدا يعني. من صغرهم بمعنى ان هم سابقين سنهم يعني كان عادي يروحوا الكنيسه لوحدهم. ما يخافوش من اي حاجه برضو كانت نعمه ربنا ليهم في الامور دي كلها. في اليوم ده طبعا احنا صحينا كلنا بصراحه على الخبر.
لكن انتوا شفتوهم قبل ما ينزلوا؟ انت شفتيهم قبل ما ينزلوا؟ لا. ولا نزلوا وماما نايمه؟ انا اول نظره ليا هو ونازل وبنستقبله كان على عربيه الاسعاف. لا خليني ارجع أوه. بس اخر مره اتكلموا معاكي كان امتى وقالوا لك ايه؟ السبت بالليل. اه يعني قبلها احنا كان قعدنا مع بعض واتكلمنا كاسره عادي هتروحوا القداس الصبح. اه ايوه ماما هنروح وباباهم قال لهم انا مش عايزك تفوتوا اي قداس نهائي خالص، مش وراكوا اي حاجه، انتوا حالين في اجازه. اجازه اه يعني مش عايز قداس يفوتكم. حلو قوي. فقالوا له خلاص يا بابا احنا هنروح على طول والكلام ده كله. هو اصلا بطبيعتهم كمان هم بيحبوا قوي الكنيسه من صغرهم. آه لكن الطبيعي ان كل مره يعني ببقى مثلا حتى لو انا مش رايحه معاهم بحسهم او بصحيهم. في اليوم ده لا انا ولا باباهم شعرنا اصلا، هم نزلوا بطلاقة. بنفسهم ولبسوا وعملوا كل حاجه. كل حاجه. فعلا ملائكه ما تحسوش في اليوم ده نهائي خالص. يعني ما حسناش بوجودهم ولا لما قاموا ولا لما نزلوا ولا اي حاجه خالص. استاذ يوسف ايه الحكايه اللي قلتها لي قبل الهوا على طول دي؟ قلت لي في اب كاهن هم مدفونين في الفيوم. بقول حضرتك من الفيوم؟ لا لا انا من مطار امبابة. اه بس هي المدافن بتاعتنا بتاعت العائله في اول طريق الفيوم. يعني العيله نفسها من في اول طريق الفيوم. اول طريق الفيوم. اوكي. اللي بعد ميدان الرمايه دي. بالظبط. تمام. احنا دلوقتي بقى لنا سنه رحنا زياره، فانا كان عندي احساس ان هم يعني في حاجه. فالراجل بتاع التراب هناك قال لي لا ده بعد سنه كده مش هتلاقي حاجه. يعني ايه في حاجه؟ يعني فاضل اجزاء منهم؟ انا هلاقيهم. نعم؟ حاسس ان انا هلاقيهم. حاسس انك هتلاقيهم؟ موجودين. عندي احساس بكده. فكل الناس قالت لا حرام تفتح وكلامنا. التربي قال لي لا مش هتلاقي حاجه بعد سنه. قلت له معلش انت خش شوف، لو في حاجه قول لي، ما فيش خلاص. فدخل شافهم قال لي مبروك كل حاجه زي ما هي، وعايز تخش شوف بنفسك. دخلت شفتهم زي ما الصور مع حضرتك برضه. كل يعني اكن واحد نايم، الشعر سليم. أيوة أنا شفت كل صور حاجة قبل الهواء سليمة جدا. بس طبعا يعني بعتذر لحضراتكم مش هنقدر نعرضها لأنها مؤلمة شوية، لكن بركة أن أنت تقول لنا كده. حتى يعني الشعر بنشده سليم، الجلد موجود كل حاجة، الجسم نفسه ما تفتحش. يعني أكن واحد نايم. يعني حتى سنين الحواجب الودان حتى اللي راحوا السماء بسبب الحريق ما فيهمش حرق وما فيهمش يعني حدث. عارف زمان لما كان الشهداء بيتعذبوا بالحرق؟ أيوة. كنت تلاقي يعني تلاقي ايه زي قديس سيدهم بشاي ودول. أيوة. بتلاقي فيه باصص كده بعيد بالضبط. فاتح بقه زي شهداء اخميم وحاجات. أيوة. زي كده. أيوة. انما دول نايمين في هدوء. مفيش حاجه خالص يعني اكنهم نايمين بس. طبعا اخي يعني اخدت الكلام ده ورحت لابونا. انت استاذ يوسف الكلام ده من اسبوعين. من اسبوعين. رحت لابونا رفائيل كاهن الكنيسه ابو سيفين عندنا. حكيت له الموضوع، قال لي احنا نروح ناخد بركه ونشوفهم. فجت لجنه من الكنيسه وجي ابونا وصورناهم، قال لي كل حاجه واضحه كده تمام، هنقول لسيدنا الانبا يوحنا وهنشوف هنعمل ايه معاهم. طب دي بركه كبيره يعني. تقصد هنعمل ايه؟ ممكن مثلا يتنقلوا مثلا مزار الكنيسه؟ نتمنى كده يعني. نتمنى يا ريت يعني. نتمنى يعني. احنا نتمنى كل الشهداء ال 41 يتنقلوا المزار. طبعا تبقى بركه كبيره للمطار. انتوا يعني قلتوا لي ان كل واحد تبع عيلته. كل واحد تبع عيلته يعني مش في مكان كنسي او كده يعني. مدام ميري قولي لي يعني كلميني اكتر عن كيرولوس وبشوي كاولاد، يعني كنت شايفاهم ازاي؟ كنت مستغربه حاجات معينه منهم؟ انت قلتي لي حاجه واحده اللي هي ذكائهم وان هم سابقين سنهم وحبهم للكنيسه، ايه تاني كنت بتلاحظيه عليهم؟ يعني أنا بالفعل كنت بشوفهم مطاعين حقيقي، يعني عادي الأطفال أوقات بتعاند ممكن ما تسمعش الكلام، ده وارد جدا. بس اللي هو بعد حبة يا ماما ما تزعليش، يا ماما احنا ما نقصدش نزعلك. حلو. اللي انت عايزاه احنا هنعمله. فأنا برضو شايفة انه ده أمر طبيعي، يعني ان الطفل ممكن في الفترة دي بحكم ممكن سنه ممكن تيجي في باله فكرة انه مش عايز يعمل كده. وبعد كده وخصوصا احنا كمان ساعات بنقول الحاجات بطريقة شوية ممكن تبقى مشغولين او كده، فتبقى الطريقه ناشفه شويه، فاول حاجه لا مش هعمل. بس جميل انه يرجع يقول لك يا ماما انا هعمل كده وما تزعليش. لا حقيقي كان في شخصيتهم النقطه دي قوي يعني. كانوا يحبوا يخدموا قوي. حتى على مستوى البيت عندي كمان في الشقه كانوا بيساعدوني في شغل البيت العادي. يعني دي بقى غريبه دي في سن ده. في السن ده الاولاد بالذات بيبقى صعب بامانه بجد. اللي هو في المطبخ عادي كانوا يقفوا يساعدوني في اي في تنظيف شقه في اي حاجه اللي هو معايا، بمعنى ان انا زرعت جواهم المحبه اللي بيحب انسان بيريحه على قد ما يقدر. انا هريحكم انتوا تريحونا كلنا نحس ببعض. كان ده شعوري من البدايه ان انا عايزه ازرع جواهم النقطه دي، ان انت لما هتدي
وهتضحي انت نفسك هتفرح وهتحس في اللحظه دي بالسعاده فعلا. فنشكر ربنا ان هم استجابوا، يعني كان عندهم استجابه فعلا حلوه للمعلومه اللي اقولها ان هي بتوصل معهم. طيب بالنسبه لخدمه الكنيسه، ايه المجالات اللي كانوا بيساعدوا فيها في السن الصغير ده؟ يعني حضرتك فكرتيني انا كان عمرهم صغيرين جدا في الوقت ده، كنت ماسكه خدمه لاخوه الرب عندنا في الكنيسه، اللي هي مسؤولين عن تعبئه المنتجات اللي بتتوزع على اخوه الرب. عايزه اقول لحضرتك بالفعل ان هم كاطفال كانوا بيساعدوا معانا كمان في الحاجه دي، حطوا الحاجات في الكرتون. يعني انا كده كده واخداهم معايا، فاللي هو طب يلا يا كوكو يلا يا بيشو، فبدا ان هم ايه يعملوا معانا. وده بعلم مع باقي الخدام عندي في الكنيسه بالكلام ده، فاللي هم طلعوا يعني شافوا يعني ايه خدمه كنيسه، يعني ايه بيت ربنا، يعني ايه محبه المكان والانتماء ليه، فده زرع جواهم احساس برضو حلو جميل قوي. كان اوقات بامانه فعلا بيشو مثلا يقول لي ماما انا راح اخدم بيت ربنا. يعني ايه حبيبي تخدم بيت ربنا؟ الصغير عنده 10 سنين. يقول لي ايوه اخدم بيت ربنا. كان يعني حصل فعلا في يوم اللي هو ماسك منديل عادي بيمسح كده في الديسك تحت منه. حلو قوي. هو شايف ان انا كده بعمل خدمه لربنا. طبعا من وجهه نظره. اي حد بيقدم حاجه في الكنيسه ده بيخدم بيت ربنا طبعا. بس فانا كأم طبعا كنت بفرح بحاجه زي دي. وخدمه الشموسيه بقى استاذ يوسف، من وهم يعني انا انبسطت لما لقيتك بتقول لهم ما تفوتوش قداس وكده، يمكن انت ظروف شغلك مش بتسمح انك تبقى موجود كتير في الكنيسه مثلا. لا انا يعني بحضر بس مش زيهم يعني. هم اكتر مني. هم فاضيين بقى اجازه وكده. من صغرهم معودهم ان هم يلبسوا شمامسه، يعني كرولوس من هو 4 سنين بيلبس شماس. جبت له التونيا. 4 سنين؟ جبت له التونيا وبيلبس شماس. بعد كده اترسمنا احنا الثلاثه مع بعض ابسلطس على يد نيافة الانبا يوحنا. حلو قوي. وكان قبل كده برضو كان ابونا عم مسيح عشان بيلبسهم ويحببهم في المكان ويعودهم. أيوة. على في اتجاه بعض الاباء يقول لك الكتاب يعني بيقول لي اختبروا اولا ثم يتشمسوا. يعني نعودهم على المكان يلبسوا بعد كده لما يجي الوقت ويحفظوا ممكن بقى نرسمهم. يعني لغايه لما اترسموا كان فعلا حافظين حاجات كتير. لدرجه ان احنا في البيت يعني كان ممكن مثلا نعمل زي مسبح مثلا وزي يعني بيمثل القداس. كانوا بيلعبوا قداس. انت يا بابا الكاهن واحنا الشمامسه. حلو قوي. وقولوا احنا هنورد وراك او شيت الانجيل ونلف كده حوالين المسبح يعني كانوا حابين حاجه زي كده جدا يعني. وانت كنت بتعمل دور ابونا؟ وانت عندك الدقن جاهزه يعني مش زي ما في الافلام يعني مش هنلزق لك دقن يعني. بس فهم كانوا بيحبوا حاجه زي كده جدا يعني. كان دايما ما يفوتهمش مثلا مدارس احد او الالحان. يعني من ضمن برضو الحاجات اللي اتقالت لي ان المس بتاعتهم في مدارس الاحد كان دايما كرولوس يقول لو في مثلا اي دوشه لحد عمل يا مس خليهم يسكتوا عايز اركز مش عايز اي حاجه. ده الكلام ده انا سمعته من المس بتاعتهم. فمش عايز يضيع اي وقت. في القداس ما يقولش مثلا عايز اخش المسبح واقف كده، لا هم مثلا يختاروا دخل يستنى لما حد يقول له ادخل قول انت المرض دوا يسمع الكلام. سامع كلام جدا. الكلام ده انا عرفته من الخدام نفسهم. انت كأب لما بيكون عنده اولاد بيبقى حاسس بمسؤوليه اكبر تجاه تربيتهم مش كده؟ طبعا. يعني ايه الحاجات غير الانتماء للكنيسه اللي انت كنت دايما توصيهم عليها تهتم انها تغرسها فيهم؟ طبعا محبتهم لبعض. دي اهم حاجه يعني فعلا. حضرتك لو تلاحظ الصور دايما بيحبوا بعض، بيناموا جنب بعض، حاضنين بعض. لو واحد خرج من المدرسه قبل التاني بيستنى التاني عقبال ما يجيبه معاه. يا حبيبي طب ما جتش ليه؟ قال لي هجيب شويه معايا، هجيب كرولوس معايا. هو هم كانوا في مدرسه واحده؟ مدرسه واحده. قدام البيت. بس الفصل يخلص بدري. في رابعه يعني في خمسه. فكانوا بيستنوا بعض يعني دايما على طول مع بعض. لو بعت واحد مشوار التاني يروح معاه. بيناموا حاضنين بعض. فدايما في كل حاجه مع بعض يعني. هو الاطفال بيتعلموا المحبه في البيت. يعني انتوا في حد من قرايبك او قرايب استاذ يوسف قريب من بيتكم ولا انتوا لوحديكم في الشقه اللي هي ناحيه ابو سليمان؟ احنا ساكنين في بيت العيله. بيت عيله بيت والدي وسليمان. يعني هم بقى كل اولاد العيله كمان وكده. بس هم الاحفاد الكبار. نعم. هم الاحفاد الكبار في البيت. هم الاحفاد الكبار. اساسا انا الكبير يعني. محبوبين من الكل بقى. اول الفرحه بالنسبه لتيتا وجدو. طب يعني هم كانوا بيشوفوا العيلة كلها بتتعامل بمحبة كده؟ يعني انت ما كنتيش لاقية صعوبة انك تقولي لهم حبوا بعض؟ لأ انت عارفة كنت بسمع عايزة امبارح ابونا بيكلم امهات فبيقول لها يعني لما انت تقولي لابنك خبي كيس الشيبسي ما تخليش حد ياخد منك حاجة، هو بعد كده لما يكبر هيخبي منك كيس اللحمة. بالظبط.
هل انت كنت لاقيه صعوبه في ده، ولا كنت تقولي له يا حبيبي زي ما انت بتشوف مثلا عمو بيحب بابا، بابا بيحبني، انا بحب بابا، ومرات عمه ومرات اخاله، يعني اي فاهمه قصدك حضرتك. احكي لي شويه عن البيت العيله ده. يعني بص هقول لحضرتك، هو عامه اي بيت لابد انه فيه بتبقى اوقات كويسه واوقات مش كويسه. فانا كان كل بالنسبه لي ان انا حتى في الاوقات المش كويسه او الحاجه اللي انت شايفها مش عاجباك، دورك انت بقى ان انت ما تعملش كده. ده كان كل هدفي ان انا ازرع جواهم النقطه دي. وبقول له اتعلم الحاجه الكويسه. في حاجه شايفها مش حلوه، خلاص احنا هنصلي علشانها، وانت في نفس الوقت ما تعملهاش. فده كان اهم حاجه بالنسبه لي ان ازرعها فيهم، يعني اللي هو مش هقلد كله كده على طول، لا انا يبقى عندي تمييز للموقف، اللي ينفع ان انا اعمله كابن ربنا وايه اللي ما ينفعش، حتى لو كان الموقف ده عامله ماما او بابا بغض النظر. حلو قوي. يعني حلو قوي. ماما بتغلط بابا بيغلط، لكن انت مثلا طفل صغير ملاك بريء، ربنا بيديك يعني احساس اجمل مننا بكتير قوي قوي. او ماما كانت غصب عنها مضغوطه، بابا ظروف. كان جاي من الشغل تعبان. ايوه في ظروف حكمتنا للامور دي، انت بقى بريء جدا يعني، وبصلاتك وقربك لربنا هتقدر تعلمنا حاجات احنا جايز مش واخدين بالنا منها. الله عليك. وده انتوا فده كان كل هدفي في تربيه اولادي حقيقي. كان مطمنيني يعني على الفلوباتير. استاذ يوسف قول لي يعني يوميها انت ايه اللي حصل، عرفت منين ايه احكي لي كده. انا احكي لحضرتك من ليلتها بالظبط يعني. اخر حاجه قالها لي بالليل، ويعني حاجه يعني نادرين عملوها، يعني الاثنين جم بس ايدي بالليل وعايز حاجه مننا ثانيه بابا. فدي اثرت فيه قوي. ناس ليه بتعملوا كده يعني؟ اللي الجديد ايه اللي حصل في ايه طيب يعني؟ بعد كده راحوا ناموا، فمامتهم راحت حطت ايديها عليهم وصلت لهم، يا عذراء اولادي امانه في ايديكي. الله. وهي برضو كانت برضو مش عارفه انت عملت كده ليه، مش عارفين إيه. هل انت كنت تعملي كده كل يوم مثلا؟ إيه بص يا استاذ ايهاب، يعني انا من البدايه من لحظه ما ربنا اداهم لي ومن يوم المعموديه وانا حسيت ان دول بقوا مسؤوليتي انا كأم، وهتسأل عليهم قدام ربنا ربيتهم كويس او لا. فلو كنت بشوف مثلا حاجه شويه خايفه انه لما يكبروا انا كأم ما اقدرش اسيطر عليها، فكان بطبيعتي بصلي وبطلب من ربنا، يا رب دول اولادك انت مش اولادي انا. يا رب ازرع جواهم كل صفه حلوه ترضيك، وانا نفسي برضه اشوفها جواهم. بالنسبه اللي قالوا يوسف ان هم فعلا كانوا بيبوسوا ايد والدهم، هم عامه متعودين على كده. يعني حتى لو عملوا اي حاجه زعلت بابا، اللي لازم نصالح بابا باي وضع احنا هنصالح بابا. طب انت ايه اللي خلاكي تحطي ايديكي عليهم وتصلي وايديكي لا في عليهم؟ اليوم ده انا ما كنتش لاقيه مبرر، بس حسيت كده حاجه بتشدني للولاد. تعملي كده؟ يعني هم ناموا ومستعدين خلاص الكنيسه، انا لقيت نفسي بدخل اوضتهم، وبجد اللي هو عارف نمت على السرير كده جنبهم وحضنهم هم الاثنين وبطلب من العذراء. يعني بلغه البسيطه طلبت منها، قلت لها يا عذراء ام النور، انت كنت ام وكنت مسؤوله كطبيعه بشريه عن رسالتك مع ربنا ويسوع. صحيح. المسيح في الارض وكده. صحيح. واديتي رسالتك معاها على اجمل وجه، انا مش قادره اعمل رسالتي مع ولادي واوصلهم لربنا، انت قويني وساعديني، نفسي ولادي فعلا يكونوا بين ايدي ربنا على طول. اللي هي طلبه السبب بقى يوسف طلبه بجد يعني كانت طالعه من قلبي، واللي حاسه ان انا بستعين بحد هيقدر يساعدني بجد. الحاجات دي يعني خليتك لما حصل الموضوع تفرحي وتهدي وتسترجعي كده وتقولي طب ما ربنا مشى الامور زي ما كنت بطلب منه. انا تاني يوم لما عرفت بالموضوع لقيت نفسي بقول لها يا عذراء اطلب منك بالليل، هقوم الصبح الاقيكي خدتيهم واديتيهم لربنا، اثرتي عليا رساله خالص كده يعني مسافه سواد الليل، بس كل حاجه خلاص انت يا ميري خدتي اعفى من الرساله دي. بص يعني هو حقيقي تجربه صعبه مش هنرجع. ايوه بجد. وقد ايه صعبه فوق الاحتمال وفوق الوصف. يخني التعبير عن كل المشاعر اللي بشعر بيها، لكن قصاد كل ده في ايد بتطبطب، ايد ربنا. طبعا. في تعزيه، في سلام، في قبول وفرح حتى وقت الحزن. حلو حلو خالص، حلو خالص. كملي بقى يا استاذ يوسف ليلتها. بس وايدك. بس ايدي. عايز حاجه يا بابا؟ تصبح على خير. دخلوا ناموا. قمت الصبح طبعا هم بيقوموا 6:30 كده بيمشوا، وانا مشيت قمت 7:30 رحت الشغل، كانوا هم مشوا. عرفت بعد كده من والدي، انا والدي ساكن تحتيه، قال لي ده هم جم خبطوا عليا الصبح الساعه كانت 7 ل 10 بالظبط،
وقالوا لي يا جدة احنا رايحين الكنيسه هتيجي معانا؟ قال لهم لا انا عشان الكنيسه كانت في الدور الرابع ما بقدرش اطلع عشان عمليه قلب. فانا بروح يوم السبت بيبقى في الدور الارضي. طب يا جدو سلام سلام احنا ماشيين. بس فبعد كده على 8 ونص كده ليه طبيعي بيتصل بيا تعالى يوسف تعالى بسرعه عشان في حريقه في الكنيسه. مين؟ في حريقه. مين اللي اتصل بيك؟ والدي. كانت عمتي موجوده في الكنيسه. فاتصلت بيهم قالت له انت في حد ليك معانا في الكنيسه هنا تبعكم؟ عشان هم كانوا طبعا في المسبح مش باينين مع الدخان وكده. فقال لها ده اولاد يوسف هناك. فاتصل بيا انا رحت طبعا على طول كان هو سبقني وراح قبلي. فطبعا رحت لقيت الحريقه يعني عايز اطلع قالوا لي لا الاطفال كلها اتنقلت فوق السطح في البيت الثاني. طلعت البيت الثاني ما لقيتش حد خالص. نزلت جري عشان اطلع الكنيسه ما طبعا منعوني وكميه سادف. دخان فظيعه طبعا وكان دخان تكييفات دخان اسود. انا نفسي كان عندي باين حتى في التونيا اول ما انت وريتهاني قلت لك يا مالا لون كان كده ليه قلت لي من الدخان اللي شربته كثير جدا بشده يعني. بس فطبعا بعد كده الدنيا طبعا هديت نزلوهم كانوا يعتبر خلصانين. لموا بقى الاطفال كلها والناس الكبيره حطوهم في حته كده على جنب فرشوا لهم في الارض بيحاولوا يعملوا اسعافات الاهالي. فطبعا عقبال ما جت الاسعاف وكده كانت خلاص انتهوا. انا بشكركم انتوا نورتونا وارجو ما اكونش ضايقتكم ان انا افكركم بحاجات مؤلمه بس انتوا عزتونا لما كلمتونا عن الملائكه دول اللي ربنا سمح لكم تشوفوهم 10 13 سنه كده يفضلوا معاكم ويبقى شوف عقلينا فرحانين بيهم دلوقتي على قد ما يعني فرقهم تعبنا ووجعنا بس فرحانين بيهم ومكانتهم دلوقتي يعني اكيد هم كده وصلوا للمكان الصح يعني وللخير كله الحمد لله. بشكرك جدا استاذ يوسف نورتني. شكر جدا مدام ميري شرفتيني. شكرا استاذ ايهاب. كل سنه وانتم طيبين وتعيشوا وتفتكروهم وتشوفوا بقى اعمالهم الحلوه بقى في حياتكم وفي حياه كل اللي بيطلب شفاعتهم يعني. امين يا رب. بشكر جدا استاذ يوسف سمير ومدام ميري حكيم. بشكركم مشاهدينا. بكره ان شاء الله حلقه جديده.